افتتحت اليوم النسخة السابعة من موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري بمسابقة السباحة المفتوحة سباح الموروث. ويعتبر موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري أحد أبرز المسابقات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، إذ يشمل الموسم مسابقات متعددة تقام بهدف إحياء الموروث البحري الذي تشتهر به البحرين منذ القدم وجعل منها مركزا إقليميا هاما في صيد اللؤلؤ. كما يقال، البحر مدرسة للحياة وميدان للتحدي، وهنا في المنامة يمثل البحر بوصلة للهوية الوطنية وخريطة تقود إلى كنز الماضي وعراقة التاريخ. وفي قلب المنامة التي لطالما حكت أمواجها عن أرث الأجداد وهوية البلاد، افتتحت النسخة السابعة من موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري، مسابقات تهدف إلى إحياء الإرث البحري العريق والحفاظ على الهوية المتأصلة في سواحل مملكة البحرين. لجنة الموروث الشعبي لجنة يعني أخذت على عاتقها أن هي تقوم في استمرارية الألعاب الشعبية والموروث الشعبي، وخذ لها فترة يعني من الزمن قطعت شوط كبير، والله يعطيهم الصحة والعافية. يعني استمراريتهم لمدة 7 سنوات يؤكد نجاح وقوة هذه اللجنة في أن هي تستمر في هذه الرياضات وهذه الموروث. أول مسابقة حق السباحة بمياه مفتوحة، طبعا لإحياء تراث السباحة، طبعا سويناها على النظام مو هو بالتطور، سباحة عادية على فئتين. أشكر سمو الشيخ ناصر على هذه الدعم اللي يعطينا إياه كرياضة كحافز لنا. بالنسبة حق المشاركات يعني ما يقصرون، احنا نحب هذه المشاركات اللي مثلا نحسها احنا عمرنا عمر كبار في السن، يشجعون يخلون الرياضة في البحرين. أحرص أن أنا أشارك في الموروث الشعبي، لأن مسابقات تكون خفيفة ولطيفة ويعني تنظيمها جدا ممتاز ولها بعد الموروث الشعبي والهاي، فنحرص دائما أن احنا نشارك في هاي المسابقات. وانطلقت أولى مسابقات موسم ناصر بن حمد للموروث البحري، وهي مسابقة سباح الموروث، وهي عبارة عن مسابقة سباحة مفتوحة من شوطين، الشوط الأول للفئة العمرية بين 30 وحتى 45 عاما لمسافة 1000 متر، فيما تم تخصيص الشوط الثاني للفئة من 46 إلى 60 عاما لمسافة 800 متر، خاض فيها نحو 40 سباحا غمار المنافسة. أول شيء أشكر سمو الشيخ ناصر التنظيم البطولة وتحت الفرصة حق المشاركين البحرينيين كلهم من الفئات الصغار والكبار. الحمد لله كانت منافسة قوية كانت، والحمد لله العام أنا شاركت في البطولة طلعت المركز الثاني، وقلت السنة إن شاء الله يا رب أجيب المركز الأول، والحمد لله رب العالمين أكرمني على المركز الأول. ويشمل موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري مسابقات عديدة كمسابقة صيد الأسماك الحداق وسباقات التجديف للقوارب التراثية ومسابقة كتم النفس، حيث ستقام هذه المسابقات على مدى 3 أشهر مليئة بالتحدي.